لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، ذكرنا أنه باب الغلو في الصالحين عند الصوفية وغيرهم، هناك بعضهم في تقرير هذا الباب يسلك مسلك الذوق والوجد، وحدثني قلبي عن ربي أو غير ذلك من المسالك التي لا تستند إلى شيء في الكتاب والسنة. والبعض من باب التلبيس على من يطلبون الدليل بيحاول يوجد أدلة، والأدلة ستكون بالاستناد إلى أحاديث ضعيفة أو بلي أعناق أحاديث صحيحة ليست فيها دلالة على ما يريدون، وبرد أو تأويل النصوص التي فيها بطلان ما هم فيه. وهذا الباب فيه أمور مشروعة من التوسل، طبعا التوسل بمعنى العام جدا هو ابتغاء الوسيلة والطريق إلى الله تبارك وتعالى، وبالعبادة بكل صورها. التوسل في الدعاء أن الداعي يأتي في دعائه بما يرجى معه أن يكون أرجى لإجابة الدعاء، فمما يشرع فيه من متعلق بالغير التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر. وقلنا أن هذا نوع من إكرام الله تبارك وتعالى للصالحين، أنه يستجيب دعاءهم، فهنا يحصل دعاء من الرجل الصالح لمن يدعو له، فيكون هذا مما يرجى معه إجابة الدعاء، بخلاف ما ابتدعه بعضهم من التوسل بذات أو بجاه الصالح، فها هنا لم يقع من هذا الصالح أي عبادة، ولم يقع من هذا الداعي شيء يستأهل أن يجعله يعني وسيلة وسببا لأن يجاب دعاءه. يعني الرجل الأصل من الداعي يتوسل الله بإيمانه به، يتوسل الله عز وجل بأسماء الله الحسنى، يبقى إذن يثني على ربه وأنه يعني الرحمن الرحيم الكريم الودود إلى غير ذلك، أو يتوسل الله تبارك تعالى بعمل صالح هو فعله، فيطلب من الله تبارك تعالى أنه يعني بما يعني يذكر عبوديته لله عز وجل، وأنه أدى من العبادات كذا وكذا متذللا خاضعا، ويسأل ربه عز وجل سؤال العبد الذليل الذي تذلل لربه في الرخاء وتعبد له بعبادة كذا أن يجيبه. يبقى ده الإنسان بيذكر أسباب يرجى معه وأسباب شرعها الله تبارك وتعالى، فإما ثناء على الله عز وجل المعطي له، وإما أنه تقرب وتذلل لله تبارك وتعالى بذكر عبادات أداها لله عز وجل في زمن الرخاء، وجعل الله تبارك وتعالى مما يجوز أن يتذلل له الإنسان طلبا لخير ينزل على غيره، وإن ممكن الغير ده يسأل هذا الصالح أن يدعو الله له، وإن كان هذا ينزل عن منزلة كمال التوكل. أما أنه يأتي رجل فيقول يا ربي فلان صالح ولا يوجد أي علاقة بينهما، ولا التاني ده قال دعا ربه، طب ما كل الخلق يمكن أن هم يفعلوا هذا، طبعا هذا من الناحية العقلية حتى لا معنى له، لا في علاقات العباد مع بعضهم البعض ولا في سؤالهم الله تبارك تعالى، والأهم أنه من ناحية النصوص لم يرد. طيب في هذا الباب أيضا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن بعض المخلوقات جعلها الله سببا للبركة،
يبقى الحجر الأسود جعل الله تبارك وتعالى فيه بركة. البركة شيء باطن، يعني الله تبارك وتعالى يقدر المقادير وأخبرك إنه إذا من كمال عبوديتك أنت تعلم أن الله تبارك وتعالى هو المعطي المانع الضار النافع سبحانه وتعالى. فمن تمام العبودية أنك لا تسأل إلا الله. ثم إذا قال لك إن شيء هو مخلوق برضه، لكن لما أخبرك ربك عز وجل أنه جعل ملامسة هذا الشيء يقضي الله بسببها أنواع من الخير والبركة، فأنت تسلك هذا السبب. لما أمرك أن الحجر الأسود سبب للبركة، فأنت كما قال عمر رضي الله عنه: والله إننا لنعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أننا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلناك. طيب الماء زمزم جعل الله تبارك وتعالى محل للبركة. آثار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شيء يكون الناس لم استعمله أو جزء انفصل من بدنه صلى الله عليه وسلم كشعر أو نحو ذلك، ثبت الدليل أنها محل للبركة. يعني نحن ندير نظر مع الدليل حيث دار. فالله تبارك وتعالى جعل أننا إن يعني وقرنا هذه الآثار واحتفظنا بها يمكن أن يكون وجودها معنا سبب للبركة. طب الفرق بينها وبين التمائم، الفرق هو أن الله عز وجل قضى أن هذه وإن كانت مخلوقة سبب للبركة، والبركة أمر يقدره الله تبارك وتعالى. فلما أخبرنا أن هذا سبب صار سببا مشروعا نأخذ به. وأما الأخرى والتمائم وغيرها فهي فاعتبارها سبب كذب على القدر، لأن أنا أعتبر الماء سبب لدفع العطش، الأكل سبب لدفع الجوع، دي أمور قدرية. طيب كون التمائم والحاجات دي سبب لدفع عين أو سبب لجلب نفع أو سبب لدفع ضر، ليس هذا من الأمور القدرية التي يستوي يعرفها الناس، يستوي في معرفتها المؤمن والكافر. ولا جاء الشرع بأنها سبب، فاعتبرها سبب كذب على الشرع وكذب على القدر. ثم هو من ضعف التوكل. ليه من ضعف التوكل؟ لأن أنا بأخذ بسبب باهت بل ليس بسبب. ده الإنسان مفروض يأخذ بالأسباب الحقيقية اللي هي الأسباب المشروعة التي الثابتة شرعا أو الأسباب الثابتة كونا، ومع هذا لابد أن يتعلق قلبه بالله تبارك وتعالى. طب اللي رايح يدور على أسباب لم تثبت، ده يبقى واضح جدا أنه عنده خلل في التوكل على الله تبارك وتعالى. إذن الباب التبرك أيضا عندي ما ثبت أن الله تبارك وتعالى قضى أن هذا محل للبركة وشرع لنا أن نلامسه طلبا للبركة فبها ونعمة، يبقى ده سبب مشروع لطلب الخير والنماء. وما عدا ذلك فيكون كذب على الشرع وكذب على القدر، ويكون ذريعة إلى الشرك الأكبر فيكون من الشرك الأصغر، بل ساعات إذا اعتقد أنه بذاته ينفع ويضر فهو من الشرك الأكبر. إذن عندي باب التبرك غير باب التوسل. باب التوسل اللي بنعني باب التوسل في الدعاء شيء يفعله الإنسان وهو يدعو يرجى معه أن يستجيب الله دعاءه، وده المشروع منه فيما يتعلق بإن بإدخال الغير في الموضوع. يعني طبعا عندنا التوسل الله تبارك وتعالى بأسماء وصفات، التوسل الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح الذي فعله العبد نفسه أعلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، ده كده توسل ما مش داخل برضه في موضوعنا، أو مش ده موضع الإيه النزاع، لأن موضع النزاع فيه ما لو أدخل الغير. هنا ممكن فيه في التوسل إدخال الغير. الباب الصيغة الوحيدة التي ثبتت هو أن يقول أن يطلب أن الرجل صالحا حيا يدعو لغيري ابتداء، دي ما فيهاش مشكلة خالص، أو بطلب من الغير أيضا دي مشروعة، وإن كان ممكن الطلب ده يعتبر بينقص عن رتبة كمال التوكل. يبقى ده الوارد فيما سميناه توسلا، اتخاذ وسيلة لإجابة الدعاء. التبرك باب آخر قريب منه، نعم،
وهو ان الانسان هو ان الاعتقاد بان شيء ما في ملامسته بركة، نماء، خير من غير دعاء حتى، ان هو وهنا بنقول انه الثابت في هذا الباب هو اثار النبي صلى الله عليه وسلم. وارد نطرح الكلام، هل هذا هل ورد ان البركة موجودة في اثار الانبياء من غير النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ واذا لم يرد هل نعتبر ما ثبت من البركة في اثار النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ان هذا بسبب النبوة فتكون بركة في اثار جميع الانبياء؟ ثم اذا ثبت فهل نعتبر هذا بركة في اثار الصالحين؟ وطبعا توسعة الامر، يعني البركة في اثار النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة في تبرك الصحابة رضي الله عنه بوضوئه، الماء اللي بينفصل من اعضاء النبي صلى الله عليه وسلم لما بيغسل اعضاء الوضوء، وماء الوضوء ده بينفصل فكانوا يأخذونه يدلكون به اجسادهم، وكذا ما كان منه ما يكون منه صلى الله عليه وسلم من تفل او نخامة. طبعا ايه الانسان اي انسان، لا هذا ليس من خصوصات النبي صلى الله عليه وسلم، الانسان تفله ومخاطه طاهر. طب هل هو مستقذر؟ هذا امر لا علاقة له بالنجاسة والطهارة، ممكن يكون مستقذر من بعض الناس. طبعا مع كمال حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع يعني كمال خلقته صلى الله عليه وسلم، وكمال عنايته صلى الله عليه وسلم بالطهارة الظاهرة والباطنة على جميع أحوالها، كان الصحابة رضي الله عنهم يعني بعدما علموا أنه آثاره صلى الله عليه وسلم فيها بركة بلا شك كانوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم ويقتلون على تفله ونخامته. طبعا بعض العلمانيين يعني يشمئزون من هذا، ولا ندري ما وجه الاشمئزاز، يعني إذا كانوا يعني لا يرون أولا هذا ليس واجبا مثلا، أو هذا إنما هو باب يعني فعله الصحابة رضي الله عنهم لفرط حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفرط الحب ليس على عواهني، بمعنى أنهم علموا أن هذا مشروع وأن هذا فيه برك ولم يطالبهم أحد بهذا. ولكن العجيب دايما تجد العلمانيين يشمئزون من أمور ما يزعمون أنه يعني الإنسان وكرامة الإنسان، هذا يذكرونه في شأن مثلا الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني مع أنه أكرم الخلق، وساعات يتكلموا على مظاهر الاحترام اللي بين الكبير والصغير، الاحترام بالذات يزعجهم قوي الاحترام المرجع إلى المكانة الدينية، يعني احترام الناس للعلماء، احترام الناس للعلماء بالذات الأئمة السابقين، احنا من الموروث الشعبي اللي فعلا يعني تقول أن الله تبارك وتعالى رفع ذكر أهل الحديث لأنهم حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الناس في مثلهم الدارج لما حد يغلط غلطة وعايز يعتذر ويقول يعني غلطة بسيطة تتعدى أو تغتفر، فإيه بقى التي لا تغتفر؟ الغلط في البخاري، يقول لك واحنا غلطنا في البخاري، يعني طالما أن الخطأ في أحد دون البخاري فسامح فيه ومرره. يعني سبحان الله، يعني سياق هذا المثل يعني إنما جرى على ألسنة الناس لما وضع الله في قلوب محب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة البخاري. يعني عوام الناس حتى ما درسوش علم حديث تلاقي الحب هؤلاء العلماء أو انزعجوا جدا من هذا الباب. طيب يعني هم ومع أن طبعا الصورة الموجودة عند السلفيين من هذا أدنى شيء، يعني ما عندناش، احنا كل كلامنا في الغلو في الصالحين، بنرفض هذا الغلو في الصالحين. المشروع من هذا التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم فقط،
ونحو ذلك. طب الصوفية بقى اللي يعني بيطوفوا حول قبورهم ويتمسحوا بقبورهم، فجأة تلاقي العلمانيين بيقول لك لا وانت مالك ومالهم، دول ده يعني لهم حرية، اوعى تضطهدهم، اوعى تنتقدهم، اوعى. اذا وربما تكلمنا مرارا على ان العلمانية تستفيد من الصوفية ايام استفادة، تستفيد من الصوفية انها تأكل من مساحة المنهج الاسلامي الحق. الامر الثاني انه لما بيروح بقى يكلم اللي عندهم استعداد لقبول العلمانية ويقول لهم الدين خرافة، بيجيب امثلة من الصوفية اللي هو بيدافع عنها او التي يزعم انه يدافع عن ما هو عايزها موجودة دايما. لان لما يقول ان يعني طبعا كل هؤلاء كما كان الرافعي رحمه الله تبارك تعالى يكني طه حسين رحمه الله بالشيخ ابي مارجريت، يعني ايه هو يعني هؤلاء ينقلون نقل اعمى، وكان هذا حال طه حسين. وربما يعني نكتب مقاله قريبه في انه طه حسين يعني توفي يوم توفي وهو احسن حالا بكثير من طه حسين بتاع العشرينات والثلاثينات، احسن حالا، لكن مش هنقدر نقول ان هو يعني ترك كل يعني التغريب بما كان فيه وكل، لكن على الاقل كان احسن حالا بكثير، يقول باعجاز القران، يقول مرجعية الشريعة، يرى ان الحركة الاصلاحية التي كان يمكن ان توحد الامة وتوقظها من سباتها هي حركة شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، حاجات زي كده. لكن عموما كان في اوج ما طه حسين يعني يقود قاطرة التغريب، وكان الرافعي رحمه الله تبارك تعالى، وهذا الرجل يعني رجل بأمة يعني، وربما يعني في ظل وجود بقى مركز تكوين والكلام اللي تسمعوه دوت، صحيح لازم ننزعج على أنفسنا، هل نحن أخذنا بأسباب التحصين؟ هل نحن أخذنا بأسباب خدمة الدين؟ هل واجهنا هذه المنكرات؟ ولكن الدين لا يعني لا تنزعج عليه، الدين كدين. الرافعي رجل أديب لم يكن يعني منسوب إلى العلم ونحو ذلك، وكانت الدنيا كلها يعني ضده رحمه الله تعالى، والجوقة الإعلامية بقى تعزف ليل نهار في تمجيد كلام طه حسين وكذا، ووقف الرافعي رحمه الله دائما ما يبهرني حتى اختياره لعنوان الكتاب الذي جمع فيه مقالاته في الرد على طه حسين وسماه تحت راية القرآن. وقف رحمه الله تحت راية القرآن منافحا إلى أن أمده الله تبارك تعالى بأحد تلاميذ طه حسين، هو العلامة محمود شاكر رحمه الله، الذي يحكي أنه ترك الجامعة لأنه غلب على ظنه إن استمر في حضور دروس طه حسين أن يرتد وأن يعني يشك في القرآن. وثم نظر من الذي يدافع، كان الرافعي رحمه الله، فأيده بقلمه. وهذان الرجلين في الآخر خالص انضم إليهما العقاد وسيد قطب على استحياء، وكان وقتها العقاد وسيد قطب يختاروا بدرجة ما عدم الصدام مع طه حسين قبل ما سيد قطب يحصل له التحول الثاني ثم الثالث، يعني على التفصيل بقى بعد كده. الشاهد ان المنهج السلفي يحارب هذه الخرافة ويتصدى لها بفضل الله، يحارب الغلو في الصالحين أحياء أو أمواتا. لكن العلمانيين الذين قد ينكروا يعني بعض الصور، ومنها صور تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يعني المشروعة، نيجي تشوف كده لما عملوا مؤسسة التكوين، وبعدين واضح ايه الدكتور يوسف زيدان والدكتور فراس سواح عندهم احلام كده، يعني
ان هم ايه يوم الايام الناس يقولوا دول زيهم زي طه حسين او فاقوا طه حسين او كده. فاتكلموا مع بعض، يعني اللي عايز يمشيها جد يمشيها، اللي عايز يمشيها مزاح يمشيها. يوسف زيدان بيقول لفراس السواح: هو انت اهم ولا طه حسين؟ قال له: لا، ده انا وانت اهم. سبحان الله، قامت الدنيا ولم تقعد على هذه الجرأة والطعن في السلف. بعضهم على فكرة استعمل تعبير قريب جدا من كلمة السلف، والطعن في الأوائل الذين قادوا المسيرة. وسبحان الله، طب ده احنا بنقول لكم الأجيال الثلاثة المفضلة، يعني طبعا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة والتابعين وتابعيهم، لهم فضل على البشرية جمعاء. تقولوا أسلمتم مغلين في الماضي والماضوية والكذا والكذا، وهم رجال ونحن رجال، ولا بد ده أنت عندكم رجل وهو معترف أن كل اللي قاله هو نوع من محاكاة ما درسوا في الغرب، المنهج الديكارتي، وشك في كل حاجة في الدنيا وارجع شوف بقى بعد ما تشك هل هتقدر أنك أنت إيه يعني تبني ثقتك مرة تانية ولا لا. هو الراجل شك وبقي على شك في القرآن وقصص القرآن، والقرآن لو حدثنا عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ولكن هذا لا يعني أنهما موجودان حقيقة. ده من اللي قاله في كتاب في الشعر الجاهلي ثم تراجع عنه، فشك في كل حاجة في الدنيا، وبعدين اضطر يتراجع عن قصة ان ايه ان الشعر الجاهلي كان ابلغ من القرآن. وبعدين زي ما بقول لكم عبر حياته الطويلة بقى تراجع شوية تراجعات اخرى. فهو يعني لم يأتي بكبير شيء، يعني هو ارى شوية، يعني هو بقى لما راح فرنسا تعلم الايه اللغة الفرنسية، وارى شوية ادب فرنسي، طبعا ما بيركبش على الادب العربي، اللي كانت احد مشاكله ان هو كان رأي، يعني كان متصور ان الرافعي والمنفلوطي والناس دي هيعتبروه اديب الادب العربي، عميد الادب العربي. هو لم يعتبر هذا الا بقرارات فرمانات يعني من الحكومات اللي في ظل الاحتلال الانجليزي، لانه المفرد الحاجات اللي تعمل حد قارئ للادب الفرنسي ليست بالضروره انها تعمل اديب متمكن من الادب العربي. على اي ما يكن، ايه وجه واثنين بيحلموا انهم يبقوا زيه، يعني لو انتوا مش زيه او انتوا لا ما يعني، لكن لا ده الثوره عارمه جدا جدا جدا. طب يا اخوانا انتوا سلفيين جدا، هو بس السلفيين في اتباع الذين اخذوكم الى التغريب. طب ما تخليكم سلفيين مع السلف الذي نقل لكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحترموا هذا السلف. وما عندنا كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيا ما يكن، اللي نرجع لموضوعنا، إن عندنا تبرك مشروع، وهو التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ويمكن أن يقال إنه التبرك بأثار الأنبياء، يعني ثمت أدلة قد تثبت هذا، وبعض العلماء قد يرى انه دوت ان العلة هي الصلاح وليست النبوة، فثبوت التبرك بأثار الأنبياء يعد لغير، وهذا من التوسع الشديد جدا. واللي بيقول فيه دايما العلامة الشوكاني رحمه الله ان الدليل اخص من الدعوة، يعني انت لو جبت دليل فيه يتبرك بأثار الصالحين أو أنه يتبرك بأثار رجل صالح، أكيد جزما يشمل هذا الأنبياء. لكن لو جبت دليل أنه يتبرك بأثار الأنبياء، يبقى أكيد ده يشمل خاتم الأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم. طب لو جبت دليل يشمل يدل على التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حد مثله في المنزلة لكي تقيسه عليه. يبقى إذن احنا محتاجين دليل خاص، طالما اذا ثبت الدليل في التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا هو الذي نعمل به. طب جه دليل الانبياء الاخرين نعمل به ايضا، بل هيبقى ده يصلح انه دليل للتبرك بأثار الانبياء
عموما ومنهم صلى الله عليه وسلم طبعا خصوصا، ولا يكون هذا دليل للتبرك بآثار الصالحين، وبالتالي التبرك بآثار الصالحين غير مشروع كما هو واضح من الأدلة. ثم المشكلة بقى في الصوفية انه عايز ياخد كل ما يثبت في باب ان يمكن ان ينتفع بشيء من شأن الغير بدعائه في التوسل او التبرك بأثار الانبياء ليجعله عام في كل الصالحين، ثم ليجعل التوسل والتبرك والشفاعة كله نوع واحد، ثم ليجعل كل انواع التوسل في النهاية. الخلاصة انه عايز وصلنا الى ان قول مدد يا سيدي فلان والدعاء الصريح لغير الله تبارك وتعالى يعني صحيح هو دعاء، صحيح هو ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، لكن اللي عامله على انه توسل فانتوا يجب عليكم. طيب هو عامله وهو سماه توسلا ولكن حقيقته دعاء. فاذا نجد دائما من الصوفية او الفريق الصوفي الراغب دائما انه او الفريق الذي يسلك مسلك محاولة ادعاء ان في ادلة على الغلو الذي يفعلونه مع الصالحين او مع من يظنون صلاحهم، يحاول دائما خلط الاوراق، ومن ذلك خلط التبرك المشروع بغير المشروع، وخلط ده كله بالتوسل المشروع وغير المشروع، ثم خلط هذا جميعا بدعاء غير الله والعياذ بالله. ده هيبان معانا في الفقرة اللي احنا واقفين عندها. يقول الشيخ صالح الشيخ حفظه الله قال اي علوي الملك صفحة 62 معنونا التوسل بآثاره صلى الله عليه وسلم. طبعا الاسم الدقيق التبرك، هيقول لك ما توقفوش على الاسم، احنا اتفقنا ان القضية عايز يسميها التوسل بآثاري، يبقى التوسل بآثار غيري، يبقى دوت هو كل صور التوسل غير المشروع، يبقى هو الدعاء. فهذا التلاعب بالمسمى على غير المسمى الشرعي واللغوي الصحيح ليس مجرد خطأ في التعبير او خطأ لفظي، وانما يعني خطأ معنوي مقصود، تلبيس معنوي مقصود. يقول ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم، ده قول علو المالكي، ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون أيوة كده بآثاره صلى الله عليه وسلم، وهذا التبرك ليس له إلا معنى واحد ألا وهو التوسل بآثاره إلى الله تعالى، لأن التوسل يقع على وجوه كثيرة لا على وجه واحد. كان ممكن لغاية كده تمررها مع انه خلط، انت سميته تبرك لان ده الاسم الشرعي واللغوي واللي موجود في كتب اهل العلم، وبعدين قلت لا هو وان كان كذلك فهو اسمه توسل. طب وبعدين قال افتراهم يتوسلون باثاره ولا يتوسلون به، يبقى اذا هو جعل سماها توسلا عشان يجعلها دليل على التوسل بالذات. قال إذا تم التوسل بالآثار فهل لا يتوسل بالذات؟ طبعا الآثار تبرك من مخالطتها، وطبعا فهو راح مسميها توسل. يبقى هو حد بيروح يقول اللهم إني أتوسل إليك بشعرة النبي صلى الله عليه وسلم أو بثياب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا خلط الأمر هذا الخلط. قال وهل يصح أن يتوسل بالفرع ولا يصح بالأصل؟ يقول الشيخ صالح أقول لما كان أكثر من يتبع ما يدعو إليه المبتدعة الجهال الطغام الذين لا يفقهون الفروق اللغوية ولا الشرعية بين الألفاظ، لما كان كذلك سهل على رؤسائهم وساداتهم أن يتلاعبوا بهم وبالألفاظ الشرعية واللغوية، فتلوى أعناقها وتكسر أيديها وتعكف أرجلها لتوافق ما يريدون. وهذه الأسطر التي نقلتها من هذه الباب. يقول فالصحابة ثبت أنهم يتبركون بذاته صلى الله عليه وسلم،
وما بأيديهم من آثاره الجسمية كالشعر والعرق ونحو ذلك، والتبرك بذاته صلى الله عليه وسلم مما نقر به ونؤمن به كما يأتي بيانه. ولكن أين وجد مؤلف المفاهيم أن التبرك يسمى توسلا؟ وكيف استجاز أن يخلق أقوال أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم بتسميته توسلا؟ البركة شيء والوسيلة شيء آخر. وده باب أنت بتطلب خير عام ترجوه إذا لامست هذا الشيء الذي تعتقد أن الله تبارك وتعالى قد جعل فيه بركة ونماء. والتوسل في الدعاء أن أنت بتأتي بوسيلة دعاء ومع الوسيلة هذه لكي يغلب على ظنك أنه يستجاب. قال: ولذا تعلم مجازفة وتعدي صاحب المفاهيم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: هذا التبرك ليس له إلا معنى واحد، ألا وهو التوسل بآثاره. يقول: فهذا تأويل لفعل الصحابة ظاهر، وكسر الأعناق تصرفاتهم جائر. وهو يريد تقرير مذهبه، ولكن بطريق غير علمية لا تصلح إلا في الأزمنة الجاهلية، حيث يتبع الناس ساداتهم دون بحث ونظر. وتاني بقى بندندن حوالين المنهجية التي نرضاها في دراسة الشريعة للمبتدئ، طبعا فضلا عن المنتهي، الحكم مع الدليل. طيب إذا الحد بيجي يقول لنا احنا بنعمل اختصارات للمبتدئ، فبنقول له احكام بس، بنقول له طب مش انت لما بتقول احكام عندك درجات من التوسع، تاخد اصول الاحكام في الباب ولا تاخد فروع المسائل، وبالتالي بتبقى عندي كتب متون فيها قول واحد في مذهب ما احكام فقط بلا ادلة، ويبقى فيه متن تاني اوفى منه واوسع. نقول له الدنيا فيها اختيارات، خلاص احنا نختار. لو ان بنتكلم على حد عايز ياخد اصول الاصول خالص، ياخد برضو اهم المسائل على ان يكون فيها الحكم بالدليل. طب هو طريقة المتون التي تذكر الاحكام فقط طريقة لم تكن موجودة في الامة، كانت موجودة. طب وبعدين ثبت خطرها، ثبت لدينا خطرها لما جاءت العلمانية وجدت الناس مش عارفة مقاصد الشريعة، مش عارفة ايه النص وايه الاجتهاد. لما قالوا لهم الشريعة قاصرة وعاجزة، الخطورة بتزداد كل يوم زي ما انتم شايفين. تتخيل ان في بلاد المسلمين تقرا عنوان مقالة، انا للأسف ما قريتهاش لسه، لانه الكم الباطل اللي نزلوا لنا بيه حزمة واحدة كده كتير قوي. لكن ان يبقى عنوان مقالة في مؤسسة التكوين: هل الخمر حلال ام حرام؟ على فكرة ده حتى لو انتهى الى انها حرام، ده كده بيهز، ده شيء معلوم من الدين بالضرورة. كيف يجوز ان شيء يكون معلوم من الدين بالضرورة؟ ان انا اقوله ايه بصيغة السؤال. وبعدين طبعا هؤلاء والعياذ بالله لما بيدرسوا حاجة في العلم بيدرسوها لتضرهم مش لتنفعهم. يعني هم علموا من طريق لعلهم يعني علموا من طريقة أهل العلم، بالذات البخاري رحمه الله سمى هذه الطريقة، إنه لما يبقى الباب محسوم عنده يقول إيه باب ما جاء في حرمة الخمر. إنما لما يكون الباب عنده في كلام باب هل كذا، فهو لما يحط لي عنوان مقالة، طبعا بغض النظر حتى اللي ما درس الكلام ده، ده شيء لغوي لا إرادي هيستقر. الحاجة اللي انت متعود تقولها جازمة، لو قلتها بصيغة السؤال بتهتز هذه المرجعية. اقول انا ما اعرفش هو اللي كتب المقالة دي انتهى قال فيها ايه، لكن ده لو انتهى الى انها حرام ده هذل. طب ده الكلام ده فايدته ايه في الاخر؟ العوامل اللي انت مش انت دلوقتي اللي بيجي يطرح منهج فقهي
قائم على التقليد لمرحلة قد يطول العمر او الى درجة واسعة جدا، ده انت اللي فعلا قرر يبقى طالب علم بدرجة ما منعه من الدليل. ده طب ده اللي ما قررش يبقى طالب علم، انت عايز تقول له خطورة انه يطرح المسائل المعلومة دي بالضرورة بهذه الصورة، انت عايز ترد على الشبهة دي وعلى الشبهة دي وعلى الشبهة دي. يبقى اذا انت لا مناص الا انك تحاول تقرر لدى كل من لديه القدرة العقلية على معرفة ما يمكن ان يفهم من ادوات الفهم والاستنباط، عشان نقدر نقول ان القول ده شاذ، القول ده مصادم للنصوص، من الاقوال اللي كل شويه يخرجوا علينا بيها. فاذا مهم جدا هذا الموضوع كما ولذلك الشيخ صالح بيحذرنا هنا من هذه الاوساط اللي طالما ما فيهاش علم هيتبع، هيبقى في تجهيل للاتباع هيتبعوا. وكمان يا سلام لو الشيخ بقى بيقول لهم هؤلاء النابتة الجهال لم يحسنوا الاستدلال لأنهم لم يدرسوا مش عارف ايه، طب كل الكلام ده كلام ايه انشائي، فين الكلام الموضوعي بقى؟ هؤلاء النابتة قالوا ان كان ان التبرك حاجة والتوسل حاجة، وان التبرك الثابت لدينا التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، وان الصحابة رضي الله عنهم كان فيهم افضل الناس بعد الانبياء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشر المبشرين بالجنة، ولم نجد ولا كلمة واحدة نقلت في التبرك بآثارهم، مما يدل على أن هذا خاص بالأنبياء. آدي النابتة اللي مش عاجبينك أنت بقى، قول لنا. هو هيقعد يقول كلام كتير شتيمة في النابتة، وبعدين في الآخر هيقول والتوسل والتبرك شيء واحد وكلام كله. يعني أنا عايز إن العوام المسلمين اقول لهم التبرك والخير والنماء، واقول لهم انه ثابت الكلمتين اللي احنا قلناهم دول اظن مش صعبين انهم يتفهموا. طب ما وهنا بقى ما هي مش كل المسائل كده، يعني كل المسائل مطلوب. طب مسائل الخلاف السائغ، خلاص يا سيدي، ما احنا هنقول في الاخر اذا كان الائمة اختلفوا، فانت بتقول بتاع التقليد بيقول طالب العلم يختار معتمد مذهب ما، نقول له طب ليه؟ يقول لك لان ده هيعصمه من الشذوذ. اقول له طب ما انا لو قلت لطالب العلم ادرس المسألة واجعل قبول قول ما عندك مرجح بين اقوال الائمة، لكن احصر نفسك في اقوال الائمة ما تطلعش براهم، يبقى حصل نفس الايه؟ نفس العصمة من الشذوذ، وفي نفس الوقت حققنا الاتباع وقوينا الملكة الفقهية، وأمنا من باب أكثر بقى أمنا من الشذوذات. طيب إذا فبيقول يعني هو على طريق الكلام كده قال لنا تحذير من هذه الأوساط الجاهلة اللي فيها السادات والكبراء، حتى لما يحب يقول كلام كأنه أدلة هيقول مع شوية شتيمة على مخالفيه. احنا عايزين الناس تعرف ايه اللي ينفع يبقى فيه وجه دلالة وايه اللي ما ينفعش. قال ذلك يقول ايه؟ ولكن اليقظة العلمية الشرعية كفيلة برد مزاعمه عليه او اليه ولو من اتباعه. حلو سبحان الله، ولو من اتباعه دي احنا بنشوفها، بس مش الاتباع اللي باعوا عقولهم خلاص، لا ده اللي لسه على البر، ويكونوا اقل علما واقل التزاما، بس يلاقوا على الفيس كده واحد بيقول لهم والله ما تقولوش ذكر غير لما ترجعوا لي، او واحد بيقول لهم الكلام اللي بيتقال ده فنلاقي ايه، او واحد بيقول لهم يبقى شباب وفتيات في سن صغير جدا، ويلاقوا ان الشيخ عايز يسهل الامور عليهم، لهم العلاقه بين الشباب والفتيات اهم حاجه فيها العفاف، فهم الذين يناظرونه بانك لم تدع لنا حدودا لهذا العفاف، وانك انت كده ميعت القضية. طيب المهم، فبيقول لنا ايه الادلة اللي عندنا التي نعمل بها ونطبقها ويعني على العين والرأس. يقول انا صادر عنه كان عنده شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بها. خلاص كده اثبتنا التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم. فهل احضرت لنا نقلا واحدا
عن أنس مثلا اللي هو كان عنده هذه الشعرة محتفظ بشعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال مرة: يا رب أتوسل لك بشعري رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لن تستطيع، ولو طرت إلى الثريا لن يأتي المبتدعة بشيء من هذا، ولو كان بعضهم لبعض ظهير. إن الصحابة يفرقون بين التبرك بالأثر المنفصل عن جسمه وبين التوسل. تاني هنقول ايه، يلف ويدوروا، وانت اثبت عند حديث محوري جدا في الموضوع من باب الشيء يذكر، يعني ان في متداول مقطع لابراهيم عيسى بيذم السلفيين، فبيقول روح احضر كده خطبة لأي واحد سلفي هتلاقي 80% من كلامهم أحاديث. أنا يعني إيه، طول عمرنا نسمع المثل اللي بيقول إيه، ملقوش في الورد عيب قالوا أحمر الخدين، على إنه من باب المبالغة يعني. لا، هو في الواقع إبراهيم عيسى أراد أن يطبقه حرفيا، يعني أن يذم أحدا بشيء هو يعني ممدوح عند كافة العقلاء، يعني ده مش هيخرف، مش هيأتي بشيء من عنده، 80% من كلام يعني ايه. احنا طبعا نتمنى، فاثبت على الاحاديث ولكن على دلالتها وفهم السلف لها، يبقى عندنا ان الصحابة قالوا: اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك فتسقنا، اللهم انا نتوسل اليك بعم نبينا، يبقى كانوا يتوسلون بشيء يعني يتأثر بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ويختلف فيه حال الموت عن حال الحياة، وإلا لفعلوه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، هذا التوسل والتوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم. هم في ذات الوقت اللي قالوا فيه كده كان معاهم من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعض يعني أدواته صلى الله عليه وسلم و نحو ذلك، لكن ده موجود معاهم، يرون أن وجوده يدعو الله تبارك وتعالى لحامله أو لمن يحوزه بركة نماء عام، عايزين يدعو، الدعاء بقى فيه توسل، التوسل بالثناء على الله تبارك وتعالى، بالتقرب إلى الله بالإيمان به، بالتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة، وممكن يكون من سؤال الرجل الصالح الحي الحاضر أن يدعو الله له. طبعا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى توسل ممكن من هذه الحيثية أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم كان أي رجل صالح لا سيما إذا كان من أهل البيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم العباس رضي الله عنه لصلاة الاستسقاء. طبعا كما ذكرنا الصوفية يعني دايما الدنيا عندهم اذا ثبت شيء يقول لك وما الفرق بينه وبين كذا، وما الفرق بينه وبين كذا، الفرق بينه وبين كذا، تلاقيه في الاخر بيبيح كل شيء. فانطلاقا من التوسل باثار النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا التوسل باثار الانبياء، احنا بنقول الدليل اذا ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم، فقياس غيره عليه غير متجه. لكن لعل قصة التابوت فيها إشارة إلى التوسل بآثار الأنبياء أيضا، فيبقى استغفر الله إلى التبرك بآثار الأنبياء، فيبقى هذا التبرك مشروع بآثار الأنبياء جميعا. اللي هنا الشيخ صالح علي الشيخ نقد إن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم يكون دليل للتبرك بآثار غيره، ونقد الاستدلال بالتابوت. طبعا التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت التبرك بآثار غيره من الأنبياء، أما قصة التابوت فأظن أنها تدل على التوسل بآثار الأنبياء، والمسألة عموما احنا ما عندناش آثار يقطع بها أنها من آثار الأنبياء قط، إلا حتى الأشياء التي كانت من آثار النبي صلى الله عليه وسلم ليست يعني متاحة يعني للناس الآن. فالمسألة هي
نحن نعتقدها اعتقادا عمليا لم يعد لها أثر عملي حتى لو قلنا بالتبرك بأثار الأنبياء. لذلك الفقرة اللي بعدها كلام العلو المالكي الانتقال من قضية هو سمى التبرك توسلا بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، حينقله خليه زي ما سمى توسل، حيسيبه بقى توسل زي ما هو، بس التوسل بأثار الأنبياء. والصحيح في العبارة أن يكون التبرك بأثار الأنبياء، والصحيح أنه ثابت إذا تكلمنا على الأنبياء. أما الصالحين فالراجح أنه لا دليل يدل على التوسل بأثاره. العلو المالكي بيقول: وهذا في الحقيقة ليس إلا توسلا بأثار أولئك الأنبياء، إذ لا معنى، طبعا واضح أنه كان الكلام قبلها عن ذكر تابوت بني إسرائيل، وقال خلاصة احتجاجه بقصة التابوت، قال: وهذا في الحقيقة ليس إلا توسلا بأثار أولئك الأنبياء، إذ لا معنى لتقديم التابوت بين أيديهم إلا ذلك، والله سبحانه راض عن ذلك بدليل أنه رده إليهم، يعني رده إليهم كعلامة على الاختيار طالوت، أو يعني نوع من تسكين قلوب بني إسرائيل بعدما تمردوا على أمر الله تبارك وتعالى باختيار طالوت أن يكون قائدا للجيش. لكن لعل موضع الشاهد أن الله تبارك وتعالى ذكر لهم أن الله تبارك وتعالى رد عليهم التابوت ووصفه بأنه فيه سكينة. الشيخ صالح الشيخ قال: لا، هي السكينة هنا كانت هذا الرد، وليس ان التابوت هو الذي فيه سكينة. هو قال ان هذا الرد للتابوت كان فيه تسكين لقلوبهم من جهة اختيار طالوت ملكا، ولكن في الواقع لعل الاقرب ان فيه سكينة دي اشارة الى التابوت، وده سبب انهم فرحوا بمجيئه. ويبقى الآية دي على الأقل على قول جامع من أهل العلم فيها الدليل على التوسل على التبرك بأثار الأنبياء. يبقى هو هنا هيبقى مشكلتنا معاه ليست إثبات على الراجح، يعني كان الشيخ صالح يعتبر الكلام كله خطأ، لكن هيبقى مشكلتنا معاه نفس المشكلة مع الفقرة الأولى اللي هو اعتبر سمى التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم توسلا، مش القضية اللفظ فقط، ولكن ما بنى عليه بعد كده ان ده توسل، فيبقى ينفع التوسل بالذات ايضا. بيقول العلو المالكي: وهذا في الحقيقة ليس الا توسلا باثار اولئك الانبياء، اذ لا معنى لتقديمهم التابوت بين ايديهم الا ذلك، والله سبحانه راض عن ذلك لانه رده اليهم وجعله علامة وآية على صحة ملك طالوت، ولم ينكر عليهم ذلك الفعل. يقول الشيخ صالح: هذا آخر كلامه في التوسل بأثار الأنبياء، واضح لأدنى ذي مسكة من علم ما في كلامه من عوار، ففيه أن تقديمهم التابوت بين أيديه مفتقر إلى إثباته، لا أن تجعل مقالات بعض المؤرخين مما نقله الإخباريون في مجالسهم مقام النصوص التي يستدل بها ويفرع عليها. فلم أسمع أحدا ممن ارتبط بالعلم بسبب من المتقدمين والمتأخرين يستدل لحكم شرعي عقدي بقول مؤرخ، أسفا على ما أصله العلماء، فقد ذهب حين نطق أشباه العلماء. فإن كانت الإسرائيليات حجة عند كاتب المفاهيم وأشباهه كما هو ظاهر من احتجاجهم، فليحتجوا بما رواه ابن نعيم في حلية الأولياء، قال يوسف عليه السلام: اللهم إني أتوجه إليك بصلاح آبائي إبراهيم خليلك وإسحاق ذبيحك ويعقوب إسرائيلك، فأوحى الله تعالى إليه: يا يوسف تتوجه بنعمة أنا أنعمتها عليهم، فاحتجوا بهذا يا أصحاب المفاهيم. يعني بيقول له إذا لو حنروح حنعتبر دي حجة ففي منها نصوص، وإن كنا نحن لا نحتج بها من حيث المبدأ، لكن لا تحتجوا بها ففي نصوص يحتج بها على ضد كلامكم. يقول: وفيه التجني على مقام الربوبية بقول والله سبحانه راض عن ذلك، فانظر جزمه برضا المولى على فعل نقله الإخباريون لا يثبت عند العلماء وليس له وزن. يوصف الله بالرضا عن فعل لم يقله هو ولا رسوله، وإنما قاله المؤرخون.
يا له من تصرع وسوء نظر وقلة مبالاة. نسأل الله السلامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. يمكن يعني الفقرة التي تلي ذلك لا أدري هل هي كان يعني هي مرتبطة بنفس الأمر وفيها البداية، كأن دي هي بداية الفقرة التي قبلها، لعل حصل يعني تقديم أو تأخير أو نحو ذلك، لكن هو السياق بل الأقرب إن كان يكون هو ده الأول. يقول: ثم قال في صفحة 64 اللي فات، كانت 64 برضو كأن دي كانت المفروض تبقى قبل ديت، معنونا التوسل بآثار الأنبياء. ثم ساق قوله تعالى: وقال له نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ونقل عن ابن كثير في تاريخ قول ابن جرير: كانوا ينصرون ببركته وبما جعل الله فيه من السكين. ده كلام ابن كثير التاريخي اللي هو في الواقع الشيخ صالح، نعى عليهم التعويل على كلام ابن كثير، وان كان على اعتبار ان هو بيحكي عن الاسرائيليات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، ولكن لا تحتج بكلامهم. لكن في الواقع يمكن ان يقال هذا موجود في سياق الآية، فلعل هذا كان يحتمل من الشيخ صالح ان هو ايه على الاقل يجعله بابا محتملا. مشكلتنا في ان هم ينقلوا التبرك الى انه يجعلوا توسل، وبناء عليه يقولوا يبقى توسل بالذات ايضا. يقول: اقول كم بين الدعوة والدليل من بون تنقطع اكباد المهاري البزلي عن وصوله. تنقطع اكباد الخيل الماهرة يعني. يقول: فالدعوة التوسل باثار الانبياء، ودليل هذا عند قائله قول ابن جرير: كانوا ينصرون ببركته، بركة التابوت. ففي هذا افتئات على العلم الشرعي وجناية من أوجه. الأول أن الآيات ليس فيها إلا أنهم أنكروا ملك طالوت لكونه ليس من سلالة الملكي، فقال لهم نبيهم إن آية صحة ملكه أن يأتيكم التابوت تسكنون لصحة كونه آية. بقينا إيه؟ في سكينة من ربكم، خلاها الفعل، مجيء التابوت فيه سكينة من الأمر الذي كانوا مرتبين فيه. لكن الظاهر أنه يمكن أن تحمل على أن التابوت كانت فيه سكينة. قالوا فيه بقية، وأنه موجود فيه إيه؟ آثار موسى وهارون عليهما السلام. طبعا هنا برضو القضية على الأقل الآية بتثبت مشروعية الاحتفاظ بهذه الآثار، فلا بد أن هذا الاحتفاظ على هذه الهيئة كان له فائدة يعضده ما ثبت من التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنا قلنا لو هو ثبت مستقلا ما كناش هنعديه لغير من الأنبياء، لكن قصة التابوت مع ثبوت الموضوع في حق النبي صلى الله عليه وسلم يجعل ان الاقرب او على الاقل من المحتمل ثبوتي في حق بقية الانبياء. قال: فهو حمل الامر على انه السكينة هنا امر مترتب على مجيء التابوت وليس ان التابوت كان فيه سكينة. قال: وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تستدلون بهذه البقية على الصحة. هذا دليلا ثانيا بأنه التابوت سيأتي في أثار تعرفون أنها أثار موسى وهارون، فتعلمون أن الله هو الذي أرسله إليكم. لكن برضو قال: والدليل الثالث أن الملائكة تحمله. قال: هذا ما دلت عليه الآية. الثاني أن كلام ابن جرير وغيره بحاجة إلى أن يستدل له لا أن يستدل به. الثالث: هبهم كانوا يتبركون. ايوه هي دي. لا يعني كلهم كانوا يتبركون باثار الانبياء ما عندناش فيها مشكله كبيره. يعني قول محتمل
ربما يكون راجح أو مرجوح، لكن ما هواش من الأقوال المنحرفة. وفي النهاية احنا ما عندناش الآن أثار أنبياء، وحتى أثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تعد موجودة، فبالتالي الموضوع اللي يهمنا بس عدم ألا يسموه توسلا وألا يعدوه إلى غيره. قال همهم كانوا يتبركون، فإن الدل على أنهم كانوا يتوسلون به. ومؤلف المفاهيم لا يفرق بين التبرك والتوسل. الرابع همه كما زعمت، فمن أين جزمت أن ما جاز في شرع من قبلنا جائز في شرعنا مطلقا؟ ما فيهاش يعني، دي برضو مش قد كده، أن احنا عندنا جائز في شرعنا التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بأمر أوضح من هذا. الخامس من أدلة عدم جواز نقل فعل ما فعلت بنو إسرائيل إن صح ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك والتوجيه إليه في سرايا التي بعثها وهزم المسلمون فيها كغزوة مؤتة ونحوها، أفلا بعث شيئا من آثاره وملابسه ونحوها لينصرون بها؟ إن عدم الفعل مع اشتداد الحاجز لا دليل أن ذلك ليس مشروعا عندنا. لا، هو مشروع عندنا التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لأن هذا الأمر يعني ليس شائعا وليس متاحا لكل الناس، لم يكن هذا الذي يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا هم بطبيعتهم من إذا تنفر وضوءه مسحوا به أجسادهم، من وجد شعرة من شعر صلى الله عليه وسلم احتفظ بها، وكان هذا أقصى ما يتاح في هذا الباب. قال السادس وهذا فهم الصحابة بعد نبيهم لم يأخذوا شيئا من آثاره ليبعثوها مع المجاهدين تبركا. احنا ممكن نستدل بهذا على ان حتى الثابت المشروع وهو التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم تعاملت معه الأمة بأضيق حدود ولم يتوسعوا فيه، بخلاف هؤلاء اللي بيتبركوا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصالحين ويوزعوها على الناس في الموالد وفي غيرها ويجعلونها يعني اذا تعدى فجعل الأمر في آثار الصالحين وتعدى فنشروها على هذا النحو، غير أن هم يستدلون بها على أنواع من التوسل غير المشروع. قال الصحابة كانوا بيعملوا إيه؟ كأنما بعثوا الرجال العاملين المخلصين وتفقدوا أمر السنن في حروبهم، تفقدوا آثار أنبيائهم الآمرة الناهية لا آثارهم الجسمية، هذا شأنهم في حروبهم. أظن كده واضح الفقرة، كان في سبق في الفقرات، لأنه الفقرة اللي هو ذكرها قبل الفقرة دي يعني لعله ده من الناس يعني اللي عمل صف الكتاب، أن الفقرة اللي قبل دي بيقول فيها هذا آخر كلامي في التوسل بالأنبياء، وفي يعني تأكيد أنهم أن التابوت ده كان للتوسل بأثر الأنبياء والله راض عن ذلك. وعموما الكلام واضح سواء قلنا ده الأول أو قلنا ده الأول، وبذلك يكون قد قطعنا معهم شوطا في باب التوسل. أنا لسه هاجي كلام على التبرك مستقلا، ولكن في باب التوسل فيما خلطوه بين التبرك والتوسل والرد عليهم في ذلك، والأمثلة أو الاستدلالات التي تلي ذلك قريبة من هذا، من ادعائهم أن الصحابة كانوا يتوسلون بقبره. ما معنى هذا وما هي الآثار التي زعموا أن فيها هذا المعنى؟ والرد عليها نذكره في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.